برامج شهر رمضان مننطرها من سنة لسنة، وتحديدا على شاشة الان تي في اللي بتكون كل سنة أغنى من سنة. مسلسلات كثيرة، برامج كثيرة بترضي أذواق الجميع. لمحة سريعة عن برامجنا لشهر رمضان المبارك، كل يوم على الساعة 6 على الموعد مع برنامج ألعاب أو برنامج مقالب تحديدا، هبوط اضطراري وين بيكون في نجم مع مدير أعماله، وخلال الرحلة بيتعرض الكابتن لحادث وعارض صحي وبيضطروا انه يكون في هبوط عن علو 10000 متر، ولكن طبعا هيدا منه الا مقلب. بنحضره كل يوم على الساعه 6 يوميا على الساعه 7 الا ربع الموعد مع مسلسل رائع ومنتظر، حضرناه بالجزء الاول وهو الغربال، مكمل بالجزء الثاني على شاشه الام تي في. خلينا نشوف برومو لهبوط اضطراري وانتهي. تخيل حالة مسافر مع أساس كل شيء تمام، أول رح تصير بالجو 30 نجم تحت الأمر الواقع، طيارة بالجو وتعطلت، أنت محلهم شو بتعمل؟ هبوط اضطراري طيلة شهر رمضان المبارك على الام تي في. طبعا المسلسل المنتظر 24 قيراط، بعد الاخبار مع النجوم اللي بنحبهم وبنعرفهم، عابد فهد، سيرين عبد النور، ماجي، ابي غصن. والساعه 10 الا ربع الف ليله وليله يلي خبرناكم اليوم عن كل تفاصيله باب تو ديت مع الممثلين اللي بنحبهم، كمان نيكول سابا، امير كرارة، وشريف منير. طبعا القصه تاريخية لألف ليلة وليلة عم تنعاد، ولكن بطريقة كتير عصرية مع تقنيات كتير جديدة جاية من هوليوود تحديدا. وهالسنة الموعد مع وسام بريدي وميساء مغربي ببرنامج ريتينج رمضان، برنامج جديد، برنامج بيكون في لجنة سرية بتعطينا ريتينج لنجوم مسلسلات رمضان، رح بيكون كمان على الموعد يوميا على شاشة الام تي في. رح نشوف برومو ألف ليلة وليلة ومنتابع. خبي عنينا حاجة كتير، بيقولوا إن الشك بهدفي، وقبل ما نختم الحلقة بدي أقول له مبروك لجمال أرنقوط يلي ربح بمسابقتنا لليوم، وهالمسابقة يلي رح بتكون يوميا ضمن برنامج ام تي في الايف، بيربح غدا أو عشاء لشخصين بقصر المير أمين ببيت الدين. بدي أقول له ألف ألف مبروك لجمال أرنقوط، وأكيد بيتصل فينا تحت الهواء لحتى ياخذ كل التفاصيل ويتفضل لعنا ياخذ جايزته. هيدي كانت حلقة ام تي في الايف لليوم، بدي اتمنى لكم بقية نهار ممتع، موعدنا بيتجدد بكرة على 8:30، كونوا على الموعد وانا بشوفكم السبت، باي باي. بأب تو ديت بكرة اخبار جديدة من لبنان والعالم، أوروسكوب خصائص برج الجوزاء والتوقعات اليومية، واتس كوكينج بكرة شوربة الطماطم، بطاطا بالكزبرة، وليموناضة بعشبة الحامض. بفياج فياج رح منروح برحلة إلى فرنسا، بريليشن شيبس وبحلول عيد الأب رح نحكي أكثر عن العلاقة القانونية بين الأب وأولاده، وفاشينيستا موضة الشعر لصيف 2015.